مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. وضع الناخب الوطني جمال بلماضي حد لصمته الكبير بخصوص اللاعبين المحترفين من أصول جزائرية المرشحين لتعزيز صفوف محاربي الصحراء في الفترة القادمة، حيث انتشرت الكثير من الأخبار في المدة الأخيرة حول إمكانية انضمام اللاعب ماكسيم لوبيز وكذلك اللاعب امين غويري لصفوف المنتخب بداية من التربص القادم. هذه الأخبار استفزت الناخب الوطني جمال بلماضي وجعلته يرد بلسان عبود صالح باي المستشار والمكلف بالإعلام داخل بيت الاتحادية الجزائرية، والذي أكد في تصريحات صحفية لتلفزيون الجزائري بأن الناخب الوطني جمال بلماضي لم يربط أي اتصال رسمي بالثنائي الذي تم ذكره من قبل، مؤكدا في نفس الوقت بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. جدير بالذكر بأن الناخب الوطني جمال بلماضي سبق وأن أكد خلال التربص السابق بأنه لن يقوم بإجراء تغييرات كثيرة في صفوف المنتخب، كما أعلن صراحة عن الأسماء التي سيتابعها في الفترة القادمة، حيث أكد بأنه دخل في حساباته كل من الثنائي احمد طوبة والظهير الأيسر لنادي بوفيستا يانيس هماش. سلام.